إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيك تلاوات ما شاء الله ممتازة بارك الله فيكم ما شاء الله. إذا نبدأ في تبيان أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات التي سمعنا مع السادة القراء ذكر أبرز الأحكام المتعلقة بعلم التجويد وكذلك أوجه الخلاف إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت هنا نلاحظ همس التاء فالتاء من الحروف المهموسة العشر المعروفة المجموعة في أميمات فحثه شخص سكت مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لعمر كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في نظمه المقدمة. كذبت عاد حتى يسمع صوت لهذا التاء يسمى بالهمس والهمس صفة أصلية في التاء ثابتة فيه ولا شك أن التاء يتصف بخمس صفات وأن من بين تلك الصفات الهمس فينبغي النتيجة بهذه الصفة في التاء. كذلك أيضا من أبرز الأحكام عادوا للمرسلين هكذا نحرك الألف بحركة التنوين ألف يعني هنا هو ألف الوصل عادوا للمرسلين ثم نظهر اللام لأنه وقع قبل الميم ومعلوم عندكم أن اللام يظهر قبل 14 حرفا هي المجموعة في أميمات أبغي حجك وخف عقيمه وفيها يقول الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في نظمه التحفة للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها في التعريف قبل 14 خذ علمه من أبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طيب ثم صيل رحما تفز دفذان عمد عسو أظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. فإذا اللام يظهر قبل 14 حرفا ويضغم أيضا قبلها
ومن بين الحروف التي يظهر اللام قبلها حرف الميم. كذلك أيضا من أبرز الأحكام السكون العارض عند الوقف. والسكون العارض عند الوقف هو قسم من أقسام المد الجائز، وفيه ثلاثة أوجه لجميع القراء: القصر والتوسط والإشباع. والمطلوب من القارئ إذا بدأ بوجه أن يكمل به، إذا بدأ مثلا القراءة بالوقف بحركتين على حركتين ينبغي أن يكمل على نفس النمط، وإذا بدأ بأربع حركات أكمل بنفس العدد من الحركات، وكذلك ست حركات. كذلك من أبرز الأحكام بعجالة إظهار الذال قبل القاف، يعني إذ قال، إذ قال. فمعروف عندكم أن إذ تدغم في حروف وتظهر قبل حروف. كذلك قال، قال، هذه القاف مفخمة مستعلية متصفة بصفات ست، ينبغي التركيز على صفاتها، ومن بينها الشدة، ومن بينها القلقلة، ومن بينها الجهر، وكل تلك الصفات هي صفات قوية. فنقول إذ قال قا، هكذا بتفخيم القاف والألف بعده. نحذر على هذا اللام الواقع بعد الألف من التفخيم، لأنه قد يتأثر بالحرف المجاور له المفخم، فهو مرقق والحرفين السابقين عليه كلاهما مفخم، القاف مفخم، وكذلك أيضا الألف مفخم. قال، ولكن اللام مرقق. قال هكذا أخوهم، هكذا أخوهم. هنا نلاحظ الهمزة وهي قوية تتصف بالعديد من الصفات، وحتى أن من صفاتها النفخ التي لم يذكره ابن الجزري رحمه الله. هنا نلاحظ صلة ميم الجمع، فورش يصل هذه الميم بمقدار ست حركات، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يجئ من بعدها سكون، واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. كذلك أيضا من أبرز الأحكام أخوهم هود، إظهار هذه الميم وضمها على وجه للإمام قالون، فهناك وجه للإمام قالون أو طريقة من طرق الإمام قالون تضم ميم الجمع. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، هذه من طرق الإمام قالون، ولكن المقدم هو ما نبه عليه ابن بري رحمه الله تعالى في نظمه الدرر، حيث قال وكلها سكنها قالون ما لم يجئ من بعدها سكون. نتجاوز بالعجالة إلى الآية الموالية: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إني، هنا النون مشددة مغنى بمقدار حركتين، فالنون إن وقعت مشددة بغض النظر عن الحركة الواردة عليها سواء كانت كسر أو ضم أو فتح، النون إذا وقعت مشددة تغن في جميع حالاتها وصلا ووقفا بمقدار حركتين. إني هكذا. أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى رسول أمين، هنا نقل الحركة للإمام ورش، حيث ينقل حركة الهمزة إلى اللام فيقرأ رسول أمين، ثم يحرك الألف بحركة التنوين أو الهمزة بحركة التنوين فيقرأ رسول أمين هكذا. بينما حفص وقالون يقرآن بتحقيق هذه الهمزة وإظهار نون التنوين قبلها، رسول أمين هكذا. نتجاوز إلى الآية الموالية، ويقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأطيعون، حيث نلاحظ أن في بدايتها حرف الفاء، وقليل من يتقن إخراج حرف الفاء ومن يعطيه صفاته، فحرف الفاء يخرج من بطن الشفة السفلى مع مشاركة أطراف الثنايا العليا، ويتصف بصفات ضعيفة كلها،
وهذه الصفات تصل إلى 5 صفات ومن أبرزها الهمس، فلا بد من الإتيان بصفة الهمس فيها في حرف الفاء، فنقول ف ولا نقول ف، فينبغي أن نقول فاتقوا الله ف ف من بطن الشفة السفلى مع المحافظة على صفاتها، وننبه إلى أنها حرف ضعيف، حرف ضعيف، فالصفات عندكم منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي ومنها ما هو متوسط، والحروف كذلك بنفس التقسيمة، وإن قسمها بعضهم بقوله أن منها ما هو أقوى ومنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو أضعف. نتجاوز إلى الآية الموالية حيث نلاحظ في بدايتها المد المنفصل، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم، هنا المد المنفصل كما تشاهدون أمامكم، فإن قول الله تعالى وما انفصل عن قوله أسألكم، فإذا ما انفصل السبب عن الحرف أي سبب المد عن حرف المد نسمي هذا بالمد المنفصل، وهو من أول أقسام المد الجائز. فالمد الجائز على عدة أقسام، ومن أول تلك الأقسام المد المنفصل، فنسمي هذا مدا منفصلا جائزا. والقراء اختلفوا فيه، وسمي جائزا لجواز قصره وتوسطه وإشباعه، فالقراء مختلفون فيه. فإذا ما أخذنا الأئمة الثلاثة نموذجا فسنلاحظ أن حفصا يوسطه وله وجه بقصر المنفصل، وأن قالون عكسه يقصره وله وجه بتوسطه، وأن ورشا يشبعه 6 حركات على المقدم له. نتجاوز إلى قول الله سبحانه وتعالى من أجر، حيث نلاحظ أن النون ساكنة وأن الهمزة محققة على رواية إمامنا حفص ورواية إمامنا قالون. بالنسبة للإمام ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن السابق عليها الصحيح المنفصل، ويسمي هذا بشروط نقل الحركة، فيقول من أجر هكذا، ثم يحذف الهمزة تخفيفا على اللسان، والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. نتجاوز إلى الآية الموالية وهي قول الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أتبنون، هنا قلقلة الباء، فالباء يتصف ب6 صفات من بينها الشدة ومن بينها القلقلة، فهنا ينبغي أن نأتي في الباء بتلك الصفات الواردة فيه، كما ينبغي أن نخرج الباء من مخرجه، نقول إب، فيأتي الباء من بين الشفتين، ويتصف بعدة صفات تصل إلى 6 صفات، وصوت يسمى بالصوت الانفجاري، وهو صوت معروف عند علماء الأصوات، ففي حالة النطق به يكون هناك ارتقاء محكم للشفتين إب، حيث نلاحظ أن الشفتان تنطبق انطباقا محكما، وهو صوت احتكاكي وصوت انفجاري، وسميه ما شئت من تلك التسميات في تخصص علم الأصوات. فعلى كل ينبغي أن نأتي بالشدة في حرف الباء، أتبانون، أتبانون هكذا، فهو حرف شديد. كذلك أيضا من أبرز الأحكام قول الله تعالى ريع آية، هكذا لحفص وقالون. بالنسبة لورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الواقع قبله على نون التنوين، ثم يحرك الهمزة بحركة التنوين ريع ناية هكذا، وتصير لورش في مد البدل الأوجه 3 المعروفة عندكم، القصر والتوسط والإشباع،
ونسمي هذا النوع بمد البدل المتغير بنقل الحركة، مد البدل المتغير بنقل الحركة. فهنا مد البدل تغير بنقل الحركة، ولم يهمله ابن بري حيث نبه عليه في قوله وبعدها ثبتت، ثم عطف عليها قائلا أو تغيرت وبعدها ثبتت، يقصد هنا بعد الهمزة ثبتت حروف المد الثلاثة أو تغيرت، أي الهمزة وبعدها ثبتت أو تغيرت. فاقصر وعن مرشين توسط ثبت ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح الساكن المتصل، فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والله معاني. ذلك أيضا من أبرز الأحكام بعجالة في الآية الموالية، وتتخذون مصانع تفخيم الصاد والألف بعده مصانع، فهذا من أقوى مراتب التفخيم، فللتفخيم خمس مراتب معروفة عند أهل الأداء، ومن أقوى تلك المراتب إذا ما كان الحرف المستعلي المفخم مفتوحا وبعده ألفا كما هنا، فنقول مصانع مصاصا هكذا. ولنحذر كل الحذر من تفخيم الميم لأنها مجاورة لحرف مفخم مستعلي، فنقول وتتخذون مصانع ما هكذا ما، فنأتي بالميم من بين الشفتين مع ترك فرجة خفيفة بين الشفتين، فهناك إطباق للشفتين ولكنه انطباق غير محكم، حالة النطق بالميم فلا يكون محكما ولا يكون احتكاكيا بالمعنى المعروف عند أهل الأداء، بل لا بد أن تبقى فرجة بين الشفتين خفيفة حالة النطق بحرف الواو لأنها تستدير الشفتان إلى الأمام، ولا بد أن نخفف إطباق الشفتين عند النطق بحرف الميم، وأن نأتي باحتكاك قوي للشفتين عند النطق بحرف الباء لأنه حرف شديد قوي ومتصف بعدة صفات تجعله كذلك. كذلك أيضا من أبرز الأحكام في الآية الموالية، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطشتم هنا الشين، هذه الشين هي حرف شجري يخرج من وسط اللسان من مائل الحنك الأعلى، وتتصف بست صفات من بينها التفشي وهو انتشار يحدث داخل حظيرة الأسنان حالة النطق بحرف الشين، بطشتم هكذا بطشتم جبارين هكذا. أما التاء فإنه نطعي فينبغي أن نعطيه أيضا الصفات الواردة فيه والتي تصل هي الأخرى إلى خمس صفات. نتجاوز إلى قوله تعالى جبارين، حيث نلاحظ أن حفصا وقالون أيضا كلاهما يقرأ بالفتح، أما ورش فإنه يميل إمال بين بين فيقرأ جبارين، وكما تعلمون فإن قالون يفتح هنا لأنه لا يميل في القرآن إلا هير إلا جرف هير، ومثلها أيضا كلمات أو حروف ثلاثة مختلف فيها التوريه والياء من كافها يا عين الصاد، وكذلك أيضا الراء هذا معروف وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين يتعلق ببرش، قد روى الأزرق عنه المحضى فيها بها طه وذاك أرضى. ثم قال ابن بري وقرأ جميع الباب بالفتح سوى هير لقالون فمحضها روى، فجميع الباب يعني جميع باب الفتح والإمالة يقرأ للإمام قالون بالفتح سوى جرف هير فإن قالون يميلها، وبعضهم حا معها فتح كما قال ابن بري رحمه الله تعالى. نتجاوز إلى الآية الموالية وهي قول الله تعالى
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. هنا نلاحظ المد المنفصل قوله تعالى الذي أمدكم، وقد تكلمنا عن حكمه. كذلك أيضا نلاحظ الميم الساكنة قبل حرف الباء، فهذا يسمى بالإخفاء الشفوي، فنسميه الإخفاء الشفوي تفرقة بينه وبين الإخفاء الحقيقي. كذلك أيضا من أبرز الأحكام يقول تعالى أمدكم بأنعام وبنين، ظهور النون يعني إظهار النون قبل حرف العين، فينبغي أن تظهر النون، والإظهار في لغة العربي هو الإيضاح والبيان، فينبغي أن نوضح هذه النون قبل حرف العين، لأن العين من حروف الحلق الستة المعروفة التي تظهر النون والتنوين قبلها، وهي حروف معروفة عندكم مجموعة في قول بعضهم أخي هاك علما حازه غير خاسري بقصد حروف الحلق خير مناصري، وقد جمعها صاحب التحفة في قوله فالأول الإظهار عند أحرفي للحلق ست رتبت فارتعرفي همس فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وفيها يقول أحد المشايخ آغ هاء حاخ حروف حلقي ركب لها التنوين يا ذا الحذق، وقوله مثلا آغ هاء حاخ، هذه يعني أميمة معروفة عند الشناقطة تجمع عدة حروف في كلمات موجزة مختصرة. كذلك أيضا من أبرز الأحكام النون المشددة في قوله تعالى وجنات وعيون الآية رقم 134، فهنا النون مشددة مغنى فيها غنى بمقدار حركتين تتجاوز إلى قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، حيث نلاحظ أن نافعا قرأ بفتح ياء الإضافة هنا إني هكذا بفتح الياء، أما حفص فإنه قرأ بإسكانها إني أخاف عليكم، وحكم المد هنا لحفص هو ما قدمنا في المنفصل، فالمقدم له في المنفصل هو التوسط، وله وجه بالقصر في المنفصل. نتجاوز إلى قوله تعالى عذاب يوم عظيم، حيث نلاحظ أن التنوين وقع قبل حرف العين، فينبغي إظهار نون التنوين قبل العين يوم عظيم، هكذا يوم عظيم بسكون نون التنوين قبل حرف العين، فنقرأ النون الساكنة أو التنوين نقرأ نون التنوين الساكنة قبل حرف العين. ومعروف عندكم أن التنوين هو نون ساكنة تلحق بآخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. نتجاوز إلى الآية الموالية بعجالة، ويقول الله سبحانه وتعالى قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. سواء علينا مد متصل واجب تكلمنا عنه، وبعده نلاحظ المد المنفصل وقد تكلمنا عنه أم لم تكن من الواعظين، تكن من نون ساكنة قبل حرف الميم تدغم فيها إدغاما تاما مع غنة. وما زالت آيات قليلة، والآيات اليوم أعتقد ما شاء الله، ونخصص ما تبقى من الوقت لمشاهدين الأكارم، ونستقبل أول متصل في هذه الحلقة. السلام عليكم. أهلا وسهلا مرحبا، تفضل الشيخ المهدي. مرحبا بك الشيخ المهدي، تفضل. بأي رواية ستقرأ يا شيخ المهدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
برواية إمامنا ورش. تفضل. بسم الله، ما في إشكال، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله. مطلوب من باب الكوري طلع لك الآيات. أسألكم علي من أجل نجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل عناية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك الشيخ المهدي، تلاوة ما شاء الله متميزة. عندك بعض الملاحظات يتعلق ببعض صفات الحروف وخاصة الشدة والهمس، وعلى كل ما شاء الله تلاوتكم ما شاء الله تلاوة متميزة، بارك الله فيك. نأخذ مشاهدا آخر من التو بنت محمد، تفضلي. مرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. إن شاء الله تعالى. نطلب من المخرج إخراج الآيات المتصلة حتى تشاهدها أمامها. تفضلي، الآيات أصبحت جاهزة أمامك، تفضلي. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت عندك تلفاز؟ الآيات جاهزة أمامك، تفضلي. بدونها ما عندها تلفاز. إذا نأخذ متصلا آخر. السلام عليكم. عبد الرحمن تفضل، أهلا وسهلا. بأي رواية ستقرأ يا عبد الرحمن؟ ها؟ أقرأ برواية قالون إن شاء الله الآيات على الشاشة. أقرأ برواية قالون. برواية إمامنا قالون، تفضل. استعذ بالله. المهندس المطلع الآيات على الشاشة. استعذ، بعد الاستعاذة ستشاهد الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ طريق البغداديين بسملة.
هل أقول لي مخيرا فيها لدى الأجزاء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجو من المخرج إخراج الآيات للمشاهد حتى يشاهدها أمامه. المخرج نطلب منه إخراج الآيات للمشاهد حتى يراها أمامه. تفضل اقرأ من قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين. أحمد والسيدي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد المتصل. أحمد إن شاء الله تعالى. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لكم لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. واصل، ما زالت آيات قليلة. واصل. يبدو أن أحمد انقطعت عليه المكالمة قبل أن نكمل الآيات. ما شاء الله كانت تلاوته تلاوة متميزة، إلا أنه يقرأ برواية إمامنا قالون، فينبغي أن نقرأ بالفتح في قوله جبارين جبارين. ما ورش فإنه هو الذي يقرأ بالإمالة. بارك الله فيك. أخو مشاهدا آخر، السلام عليكم، تفضلوا. أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل ما تبقى من الآيات. نعم. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين. فكذبوا فأهلكناهم. إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. شكرا لكم شيخ. ما شاء الله بارك الله فيك قارئ، ما شاء الله متميز، بارك الله فيك قراءة ممتازة ما شاء الله. أخذ مشاهدا آخر. تفضلي الأخت خديجة. السلام عليكم. السلام، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تنجود برواية قانون إن شاء الله تعالى. تنجود برواية قانون. تفضلي تفضلي، استعيذي وبدي على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إعادة شوي. إذ قال، وضحي ذيك، إذ قال لهم، أيوة، قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسأل إن أجري إلا على واتقوا الذي أمدكم، واتقوا الذي، واتقوا الذي أمد، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لعزيز رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوة جيدة ما شاء الله ممتازة بارك الله فيك، لكن في نواقص تتعلق أساسا بصفة حرف، بصفات حرف الهاء. الهاء يتصف بخمس صفات عند الجمهور، بعضهم قال أنه يتصف بصفة الخفاء، وصفة لم يذكرها ابن الجزري في المقدمة لما ذكرها في بعض مؤلفاته الأخرى. والخفاء تتصف به الهاء وحروف المد. ومن صفات الهاء أيضا الهمس، فهو حرف ضعيف جدا من حروف فحثه الضعيفة، فعليك أن تضبطي مخرج الهاء وأن تأتيه حقه من الصفات. بارك الله فيك. نأخذ مشاهدا آخر. أهلا وسهلا، تفضل الشيخ المهدي. مرحبا، تفضل الشيخ المهدي، أنت معنا الشيخ المهدي؟ يبدو أنه غير منتبه لنا.
ناخذ مشاهدة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. اذا نواصل مع بعض الملاحظات ريثما يتم التغلب على قضية الاتصالات. قلنا بأن حرف الهاء يتصف بخمس صفات، وأن هذه الصفات من أبرزها الهمس، أو من أولها الهمس، فهو حرف من حروف الهمس، وله خمس صفات معروفة. ولكن في الحقيقة أذكر بأن هذا الهاء أنه حرف ضعيف لا يتصف بأي صفة قوية. فمن المعروف عندكم أن حروف حثه الأربعة لا تتصف بأي صفة قوية، فالفاء لا يتصف بأي صفة قوية، والحاء لا يتصف بأي صفة قوية، والثاء لا يتصف بأي صفة قوية، والهاء كذلك. فهذه الحروف لا تتصف بأي صفة قوية، وعليه فينبغي على القارئ أن يركز على النطق بها وعلى الإتيان بها صحيحة من مخارجها، وأن يعطيها حقها من صفات أصلية ذاتية واردة فيها. إذن نواصل مع الآيات من حيث توقفنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. سواء، هذا مد متصل واجب ست حركات. فالمد المتصل هو الذي يتصل فيه السبب بالحرف فيقعان في كلمة واحدة، يقع السبب الذي هو الهمز وحرف المد الذي يختلف من ألف إلى ياء إلى واو، يقع حرف المد وسبب المد كلاهما في كلمة واحدة، فهذا هو الذي يسمى بالمتصل الواجب. وكل القراء اتفقوا على مده، أي اتفقوا على إعطائه ما يسمى بالمزيدي، ويعني ما فوق حركتين، يعني أربع حركات و ست حركات أو خمس حركات عند بعضهم. عندنا أيضا المد المنفصل، وعندنا كذلك أم لم تكن من الواعظين. هذه الميم مظهرة قبل اللام، كما أنها مظهرة أيضا قبل حرف التاء. النون هنا مضغمة في الميم. أم لم تكن من الواعظين، فتضغم في الميم إضغاما تاما بغير، يعني بإدغاما تاما مع غنة. ويبدو أن الوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى. باسمكم جميعا أشكر السادة الطلاب محمد والحسن، شكرا جزيلا لك، وكذلك أيضا أحمد دبومبا والإبراهيم، شكرا جزيلا لك. كان بودنا أن نختم معكم بتلاوات، ولكن الإخوة الذين يشرفون على الحلقة ينبهون إلى أن الوقت قد انتهى. كما أشكر السادة المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم قراءة القرآن وسماعه وإسماعه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقوده القرآن إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن فيه ذكركم، وفيه خبر من قبلكم، وفيه حكم ما بينكم، فاحتكموا إليه، واحتكموا إلى السنة الشارحة المبينة له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى.
قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى. فالتزموا هذه السنن ولا تضلوا عنها يمينا وشمالا. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الله سبحانه وتعالى قد وصاكم بعشر وصايا، جمع خمسا منها في آية وأربعا في آية وأفرد واحدة بآية. فقال تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا